مرحبا بكم معي في فيديو جديد. قضية اليوم قضية غريبة بكل ما تحمله الكلمة، وانتشرت بشكل كبير ومجموعة من اليوتيوبرز هضروا عليها ومواقع كبيرة فتحت هذا الملف. قضية جيبسي روز ومها ديدي. فتح الملف، ما تنساوش ديروا لايك ابوني وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وباش يوصل الفيديو لاكثر نسبه من المتابعين. وكنشكركم بزاف. فتحوا الملف بعد لانتراكت، يلا معايا. اول حاجه، شكون هي ديدي؟ ديدي من مواليد 1967، عاشت واحد الطفولة خايبة شوية، عاشت مع عائلتها كانت كتسرق كتكذب، يعني تقدر توقع منها أي حاجة، يعني عاشت واحد الطفولة لي شوية خايبة، كانت ديما كدير المشاكل العائلة ديالها. كانت بالنسبة ليها باش كتنتقم من أي واحد في العائلة إلا دار لها شي حاجة، تقدر تسرق له شي حاجة، تقدر تأذيه، تقدر تكذب عليه، يعني كانت إنسانة حقودة. خدمات كمساعدة ممرضة، ومن اللي ماتت الأم ديالها سنة 1997 العائلة كلها شكات فيها، لأن هي اللي كانت مقبلة الأم ديالها، وبما أنهم شكوا فيها ولكن ما المهم كانوا شاكين ان عندها شي دخل في الموت ديال الام ديالها، لان ما كانش داكشي طبيعي. من بعد تعرفت على رود بلانشر اللي كان صغر منها، كانت عنده 17 سنه وهي كانت عندها 24 سنه. ديك الوقت حملت منه، اكيد كانت بيناتهم علاقه غير شرعيه، وفاش حملت فتزوج بها، يعني بغا يبين موقف الرجولي ديالو فتزوجو، واخا كانت هي اكبر منه فما كانش عنده مشكله داك الساعه. في سنة 1991 تولدت بنتها جيبسي روز، وفي نفس السنة طلب منها رجلها انه ينفصل عليها. علاش؟ لانه قال ان الاسباب ديال الزواج ديالو ما كانتش واضحة بالنسبة له، فانه تسرعوا في الزواج، الشيء اللي خلاها تصدمات، يعني واخا نفاصلو كانت بغات ترجع ليه، فحاولت محاولات عديدة ما السيد ما بغاش يرجع ليها بالمرة. بعد ما طلقت ديدي رجعت عاشت مع عائلتها، هزات بنتها، هزات قلوعها وهزات بنتها، واخا بنتها تولدت قبل الوقت وتولدت بواحد الحجم صغير، ما عرفناش علاش ما تولدت قبل الوقت، تولدت بواحد الحجم صغير، فهزات بنتها ورجعت للعائلة ديالها اللي من الأساس داك السيد اللي كانت كتقولو بابا واللي كانت عايشة معاه، ماشي الأب ديالها، داك زوج ديال الأم ديالها، ودابا رجعت تعيش معاه هو ومراته الجديدة. فاش رجعت عاشت مع عائلتها رجعت ديما كتبقى تقول ديما أنا بنتي مريضة، راه بنتي عندها صعوبه في التنفس، هذوك اللي كينعسوا في الليل وبحال ما كيلقاوش يتنفسوا، يعني هذا هو المشكل اللي عندها. يعني بقات كتقول المشاكل ممكن زعما كتخلق واحد المشكله جديده على الاساس ديال ان بنتها مريضه. المهم هي ديما بنتها مريضه، عندها واحد الفوبيا ان بنتها مريضه، بنتها كتموت، بنتها عندها مشاكل صحيه. فاش كيديروا الاجراءات الاطباء كيلقاو ما كاين والو، مي هي كتبقى ديما مصره ان بنتها مريضه. فاش دارت جيبسي 7 سنين كانت ركبت مع جدها في الموتور ديالو وطاحت، دار بحال اكسيدون خفيفة، طاحت شرحات شي جرحة خفيفة يعني عادية جدا، مي لالا ديدي والو، هزاتها وداتها للطبيب، قالت لهم والو بنتي وقعت لها شي مشكلة خطيرة، مشكلة صعيبة اللي ما صافي صافي. من داك الساعة هزات البنت حطاتها في واحد الكرسي متحرك، هادشي اللي كنقول له، حطاتها فيه وقالت لك لا صافي والو بنتي مريضه، يعني ما حيدالهاش الطبيب، الحاجه اللي خلات الاب ديالها وداكشي كلشي كيستغرب كيفاش زعما البنت طاحت طاحه عاديه، كيفاش تنوضي وديري داك الحاله كامله. ما بيان سور لالا ديدي ما كيحيد لها حتى شي حد من راسها داكشي اللي كتقول، يعني بنتها مريضه صافي، حطاتها في راسها صافي بنتها مريضه للاسف. فمن داك النهار جيبسي وهي على الكرسي المتحرك شاز غولونت للاسف، ومن ديك النهار للاسف حكمات على بنتها ما تعاودش تمشي على رجليها. وفي ديك الفتره في نفس الوقت انقطعت جيبسي على الدراسه، لان الوضعيه الصحيه ديالها بالنسبه لديدي صعيبه بزاف، ما يمكنش البنت تمشي، وهذا يعني
في نهاية الأمر البنت انقطعت على الدراسة ولات كتقرا في الدار، حيت هما عندهم في أمريكا هذه المسألة، يعني تقدر تقري ولدك عن بعد، يعني ماشي مشكلة تقريه انت، تاخذ الكتبة وتقريه، يعني انت كتكلف به، يعني عندهم هذه، يعني انت حر. بالنسبة لحاجة أخرى، قبضت السيدة قطعت على البنت الماء والضبح اللي كنقولوا، يعني قطعت على العالم الخارجي، يعني من داك النهار البنت ما بقات لا كتخرج لا والو، يعني صافي حكمت عليها، بحال كنقولوا كتحكم على الانسان بالاعدام الوحي للاسف، وهذه الام ديالك. فتخيلوا معايا كي دايره الحياه مع هاد السيده، ومن ديك النهار كل نهار كتختار مرض جديد لبنتها، مره كتقولوا عندها سرطان الدم، مره كتقولوا عندها التهاب في المفاصل، مره كتقولوا عندها مشكل ضراب. المهم باش نقول لكم جميع الامراض اللي تقيلوا تقدروا تخيلوها خلقتها في ديك البنت، يعني كل فتره كل لحظه كتخرج لها مرض جديد، وكتعطيها ادويه اللي البنت ما محتاجاهمش، يعني واحد هي بالحكم العمل ديالها كممرضه فكانت عارفه شنو كدير، يعني كانت عارفه اش كتعطي البنت، يعني كتعطيها شي ادويه اللي فعلا كتزيد تخرج على الحاله ديالها نورمالمون، ماشي ادويه اللي اتدا. والبنت الحاله ديالها ديما كتسوء، يعني ديما كترجع للور نورمالمون، فاش كنشربوا الدواء كنوليو مقادين، يعني كنقدر نتمشى نقدر نتحرك نقدر، هي لا البنت مازال كتجي على هشاشه العظام كيجي، يعني شنقول لكم، يعني خلات البنت لا حول لها ولا قوه، يعني تكرست على ديك البنت مزيان. بالنسبه للبات جيبسي كان ديما كيتصل بها، ديما كيسول عليها، ديما كان تيصيفط ليها واحد المبلغ كل شهر، يعني على ود المصاريف ديال البنت ديالو. بيان سور هادشي ما كانتش كتذكرو ديدي، لان كانت كتقول لهم بانه خايب بينا ما مزيانش. لحد الان كانت القضيه مزيانه غدا معاه، لحد ما تزوج الاب ديال جيبسي، ف ديدي تبدلات المعامله ديالها 100% مع السيد. شنو دارت؟ ما بقاتش كتخليه يهضر مع البنت ولا هضر معاه، كتبقى توصي كتقول له شوف راه البنت كيسحب لها راسها، راه عندها واحد لاج، بحال دابا مثلا هي كانت متاخره بحال تقول ب5 سنين، يعني بالنسبه ليها، يعني هو بيان سور ماشي لاج ديالها الحقيقي، فهي كانت كتقول له ديما شوف لها هضرتي مع بنتك لا بغيت زعما تخليه يهضر معاها واحد شويه، ما خاصوش يقول لها لاج ديالها الحقيقي، او ما خاصوش يهضر معاها على اساس انه واحد كبير، يعني خاصو ديما يهضر معاها على انها واحده باقا صغيره. وفي هذه الفتره ديدي كانت عايشه مع راجل امها ومراته، اللي كانت مقبله مراته لانها كانت كتمر بواحد الوعكه صحيه اللي صعيبه شويه، فهي اللي كانت كتوجد لها الماكله، وهي اللي كانت كتهلا فيها، وهي اللي كانت هذا حقها بون حقها، والواد راه زعما كاينه راه عزيزه عليها، واكيد راه ما تكونش عزيزه عليها، يعني باينه واضحه. المهم كانت كتهلا فيها وللاسف ديك الفتره، واخا كانت زعما هي اللي مهليه فيها ومقبلاها يعني على حسب المهنه ديالها، فكانت السيده كتدور الصحه ديالها نهار على نهار، يعني بحال كنقولوا بنتها من هاد الجهه والسيده مرتباها من هاد الجهه من جهه اخرى. المهم في ديك الفتره كانوا شدوها على وداش كانت عاطيه شي كات بدون رصيد، فشدوها في ديك الفتره اللي تشدات فيها في الحبس، يعني في ديك الفتره السيده تحسنت الصحه ديالها ولات يعني على ما يرام الحمد لله. فاش قلبوا لقاو انها كانت كتناول واحد الدواء ديال كيقتل النباتات، ديك الدواء كيقتل النباتات الخايبه، فالسيده ديدي كانت كدير لها في الماكله، لان يعني كانت عارفه اش كدير، كانت باغا تقتلها بالتدريج، بحال قلت لكم ديدي ما كديرش حاجه لله ولا شي حاجه لوجه الله، يعني السيده كانت باغا تخلص من ديك المراه. فمرات باها وباها حطوا لها كلشي فوق الطبله وقالوا لها على لا هادشي اللي درتي راه ماشي هو هذاك. المهم في نفس الوقت قالوا لها حنا شاكين فيك كديري شي حاجه ماشي هي هذيك البنتك، لان هاد الامراض وهادشي كله اللي كتقولي سي با نورمال، يعني بحال بداو تيشوفوا شنو كاين، يعني كاين شي حاجه اكثر من داكشي، يعني السيده اللي ادير هادشي ما اصلا ديجا كانوا شاكين انها هي اللي قتلت الام ديالها، فتاكدوا فاش بغات تقتل الزوجه ديال الاب ديالها بحال اللي قلنا راجل امها، فهي هذيك فاش واجهوها وحطوا لها كلشي فوق الطبله. بيان سور لالا ديدي ما تقبلاتش الوضع، فلالا ديدي هزات قلوعها ومشات بحالتها، خرجت من داك الدار مشات لواحد الديور عاملهم الدوله ليهم بالنسبه للناس اللي ما عندهمش فين يسكنوا، وسيغتو ان هي عندها بنت من ذوي الاحتياجات الخاصه، فكان عندها واحد النسبه كبيره انها تقدر تستافد من ديك الديور، فاستفدات
كانت هي كتخلص غير الموض، بحال اللي قلت لكم كان الاب ديجا كيصيفط البنت واحد 1200 دولار يعني كل شهر تقريبا 10000 درهم، فكانت تستافد كانت تستافد يعني كانت كتخلص الموض ديالها والماكله ديال البنت، فكانت مرتاحه يعني داك الساعه. يعني فاش في سنه 2005 كان اعصار ديال كاترينا اللي كانوا الضحايا ديالو اهمهم هي ديدي وجيبسي، وفي ديك الفتره انتقلوا لواحد الملجأ ديال ذوي الاحتياجات الخاصه كيف ما كيقولوا لهم انتخ بارونتيز ديال المعاقين، وداك الوقت كذبات عليهم ديدي قالت لهم ان الدوسي ديال البنت ديالها اللي عامر بالامراض واللي هي اللي مختارعه، قالت لهم بانه مشى في الاعصار يعني كاع الاوراق اللي كتثبت الهويه ديال داك البنت او ديالها مشات في الاعصار، فبحال لا تبدا حياه جديده يعني مع ديك البنيته. وفي ديك اللحظه قال لهم الطبيب خاصكم تمشيو لواحد البلاصه اللي اسم ديالها ميسوري، بيان سور هزوهم بما انهم كانوا من ناجين هزوهم بهليكوبتر خاصه، وبحال اللي قلت لكم البنت ديالها ذوي الاحتياجات الخاصه فهزوهم بهليكوبتر خاصه وداوهم لداك البلاصه، ووفروا لهم بزاف د الحوايج لانهم عارفينهم ذوي الاحتياجات الخاصه فكانوا كيعاملوهم واحد المعامله خاصه. في ديك الفتره كان الاب ديال جيبسي كيحاول يشوف بنته ولكن ديدي كانت كتمنعو بجميع الطرق، وفي نفس الوقت الجمعيات الخيريه بغاو يبنيو لهم دار جديده، وفعلا داكشي اللي كان بناو لهم دار جديده بالعطاء ديال الناس يعني بالتبرعات ديال الناس اللي كانوا بقاو فيهم، لانهم كيشوفوا البنت والام ديالها عايشين واحد لحظات صعيبه كيعيشوا يعني رغم الامراض ورغم المشاكل، يعني بحال كانوا محفز بحال الناس كيحفزوا يعني بحال دابا مثلا جيبسي كانت كتقول للناس ان الابتسامه مهمه انك خاصك تصبر وديما تكون ضاحك، فلفت انك كتشوف بنت يعني معاقه ومشلوله وفيها المصائب كلها وكتبتسم كتعطيك واحد طاقة إيجابية، وداكشي اللي كان تيوقع ليهم فكان الأغلبية الناس كيتبرعوا ليهم يعني كيتبرعوا للجمعيات وبدورها الجمعية كتعطيهم، فبنوا ليهم دار كبيرة من ديك العطاءات اللي كانت تعطات من الناس يعني من ديك الفلوس اللي كانوا كيتعطاو كدعم لداك السيدة لديدي وجيبسي. وبالنسبه للدار ديالها كانت تبنات بواحد الطريقه شنقول لكم يعني بطريقه تكون صحيه البنت بحال جيبسي يعني باش تكون عايشه فيها مرتاحه وباش تكون كتحرك على خاطرها. فداكشي اللي وقع ومن الحوايج اللي كانت وقعات بان بعض المشاهير كانوا مشاو وشافوا جيبسي، وبعد المشاهير كانوا كيجيبوا جيبسي لي كونسير ديالهم يعني اي واحد كتعجبو، بالنسبه لديزني لاند كانت كتمشي له فابور يعني السيده هي والام ديالها ولاو عايشين فابور يعني كلشي على حساب الناس على حساب بحال اللي كنقول لك بحال تعطيهم كتساعدهم، وكانت كتوصل لهم تبرعات وهدايا اللي كبيرة بزاف ومن دي سيليبريتي من المشاهير كانت كتوصل لهم مجموعة من الهدايا ومجموعة من يعني هدايا قيمة ويعني أموال طائلة يعني أموال يعني بحال اللي كنقول لكم يعني فعلا كانوا كيستغلوا العطف ديال الناس، وهذا لسوء الحظ ديدي كانت مخططه ليه جيدا، لان ديدي على حسب الشخصيه ديالها النوع كيبغي يبان محقور قدام الناس كيبغي ياخذ تيبغي بحال يستعطف الناس كيبغي انك بحال تساعده يعني بحال يبقى فيك ديك الناس اللي كيبغي شي حد تبقى في هذا، وفعلا نجحت ديدي وعاشت على ظهر عباد الله يعني ولاو عايشين فابور هي وبنتها، يعني فين ما بغات تمشي كتجي هليكوبتر خاصه بها كتجي كديها البلاصه اللي بغات. وبالنسبه للناس والمجتمع اللي كانت عايشه فيه كانت كتبان لهم ديدي ام مثاليه، يعني داك السيده كتعتني بالبنت ديالها ومضحيه معها فكانت كتبان لهم ام مثاليه، وللاسف جيبسي كانت الحاله ديالها الصحيه غدا وكتدهور، ورغم هادشي كله ما كانتش بالعكس كانت غير ما كتزيد تدهور لدرجة أنها وصلت أنها دارت واحد السيروم يعني دارت لها واحد السيروم في المعدة ديالها
باش ولات كتاخد الماكله، الا جبتي حياتها كلها وهي كتاكل الماكله ديال لبابي. بمعلوماتكم جبتي كانت كتاكل الماكله ديال لبابي، يعني عمرها ما كلات الماكله ديال شي واحد عادي. فوصلت بها الام للواقعه انها تخرج على بنتها، كانت كتكذب على الاطباء كتقول لهم ان بنتي ما كتقدرش تاكل وما كتقدرش تمضغ وعمرها ما كلات، يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولات ديدي فيلم كتخرج مع بنتها، كتهز لها في الكرسي جهاز التنفس، كتهز معاها داك ديال السيروم غادا به في الطريق، كتهز معاها يعني بحال كتدي البنت مسكنه حالتها، يعني كتخرجها يعني البنت ما كتستمتع، وبحال خلات البنت تيق راسها انها مريضه، يعني بحال بسيشيكمون البنت ولات حاسه براسها انها بصح مريضه، انها بصح ما كتعرفش تمشي رغم انها كتمشي، ويعني وما عندها حتى شي مشكل للاسف. خاصة مع ديك الدويات اللي كتعطيها البنت، البنت كتزيد تدهور الحالة ديالها لدرجة انها كانت تعطيها واحد الدواء كيخرج لها بحال الكشكوشة، يعني بحال دابا فاش تشوفها انت يعني بحال كتحابلك بصح هذيك البنت هبيلة راه بصح ما كتفهمش، وهي لا هي راه غير كتعطيها واحد الأدوية باش كتخليها حالة فمها. بحال اللي قلت لكم هي كانت انفيرميير يعني ممرضة، فهي عارفة شنو كدير، يعني كانت عارفة اش كتعطي لبنتها. واحد النهار داتها ديدي لعند واحد الطبيب، فلاحظ ان البنت ممكن تمشى، دار لها التحاليل دار لها كل شيء، فبانت له ان البنت العضلات ديالها نورمال. هو يقول له ما شوفي لالا راه بنتك ممكن تمشى. فنط ديدي غوتت عليه وما عجباش الحال، قالت له كيفاش الاطباء كلهم اللي قبل منك يقولوا ان بنتي مريضه، ان بنتي ما تقدرش تمشى، كيفاش انت كتقول لي ان بنتي كتمشى الا ما مرضاش؟ واش دابا بحال بغيتي تكذب هذوك الناس كاملين وزعما انت اللي نتيقك؟ فما تقبلاتش الوضع. فالطبيب بقى كيشوف يعقل، اوف انا شنو قلت لهاد السيده؟ نورمالمون منطقيا فاش تقول لشي وحده ان بنتك راه مزيانه انت تفرحي وتقلبي زعما الحل. فهو خلى البنت على حده، بقى تيشوف المشكله ماشي في البنت، المشكله في امها، يعني بقى تيفكر ماليا، قال عندك تكون هاد المراه هي اللي خارجه على بنتها. المهم هزات ديدي بنتها وخرجات، ما عجبهاش الحال وقالت حلفت بالله بان عمرها ما ترجع لذاك السبيطار. ديك الطبيب مشى عند الاطباء، يعني اتصل بالاطباء الاصدقاء ديالو الاطباء اللي شافوا داك البنت، وقال لهم بغيت نقول لكم انا لاحظت واحد القضيه، عندك تكون ديك الام عندها شي مشكله انها واخده داك البنت، يعني يكون عندها حاله مرضيه، حتى عندها واحد الحاله مرضيه ما عرفش الاسم ديالها. المهم ديك المرض اللي كيبغي بحال كيستعطفوا الناس وبحال كيقدر يمرض ولده ولا بنته ولا الاقارب ديالو، ويتيق انه مرض وفي نفس الوقت ما كيكونش عارف راسو، يعني يقدر مثلا لعقو بها بصح يقدروا يهزوا لها الدري، يعني ما تيخليوكش الولد، يعني لعرفوك مريضه بهذا المرض حيت كاين شحال من واحد كيقتل ولده كيبقى يعطيه الادويه بحال اللي عنده فوبيا، يعني تقدر تكون يعني من هذا النوع ديال الناس. فمشى قالها للاطباء فقالوا له شوف داك السيده مع الوقت جيبسي بدات كتكبر، بدات كتحس براسها انها كبرات وان هذا، فكيف ما كنعرفوا مادام هي ماشي معاقه بصح دينيا، فكانت عارفه شنو باغه، فكانت كتمشي كتاخذ البيسي بيان سور كتاخذو باش كتعرف على الناس، يعني بدات كتدخل مواقع ديال التعارف باش كتعرف على الناس. وفعلا تعرفت على واحد السيد كبر منها ومشات عنده لوطيل. واحد النهار ما حصلات، حصلات هديدي. فاش حصلت هديدي مشات عندو وقالت له شوف اسيدي هاد البنت راه باقا صغيره مينو راه بيان سو هادك الشيء ماشي بصح. مي خلعت السيد ومشات دات بنتها للدار. داك النهار عقبات جيبسي واحد العقوبه اللي خايبه بزاف، ربطاتها في الفراش لمده ديال اسبوعين وهرست لها البيسي ديالها، لانها كانت تسحب لها غير كتفرج في مكياج ولا شي حاجه، هرست لها البيسي ديالها وقالت لها لا عاودتي تعرفتي على شي حد ولا عاودتي خدمتي بالبيسي، انا هرست لك هاد المره يديك بحال اللي هرست لك البيسي. وفي 2012 تعرفات جيبسي على ولد جديد في مواقع التواصل الاجتماعي، الاسم ديالو نيكولاس. نيكولاس كان عنده واحد السجل اجرامي، فايت واحد المره كنخرج، المهم كنخرج وقيل عريان ولا شي حاجه، كانوا داو الحبس وفي الاخر خرجوا لانه عنده مرض نفسي، يعني
يعني عنده حالة اضطرابات نفسية، انفصام في الشخصية، وعنده التوحد. وبيان سور التوحد بحال اللي كنقولوا طبقات او انواع، هو عنده واحد نوع من انواع التوحد اللي صعيب شوية. المهم في هذه الفترة تطورت العلاقة بين جيبسي ونيكولاس، بقات كتعاود ليه على حياتها، يعني بحال نقولوا عودت لي قصة حياتها كاملة. فنيكولاس تعاطف معها وبحال نقولوا ولا تيبغيها، خاصة انه كان عنده توحد وكانت عنده مشاكل نفسية فارتاح معها. المهم جيبسي ارتاحت ليه وبغات تشوفه، فقالت له زيد دابا انا جبتك للدار هكا ديدي ما تبغيش. يعني بقات كتفكر في شي خطه اللي بحال يتلاقاو باغازاغ زعما كاينه، وهكا تقبل الام ديالها زعما الله، وعسى تقبل الام ديالها العلاقه ديالها مع هاد السيد. فداك الشيء اللي دارت قالت لماماها شوفي يا ماما انا بغيت نمشي للسينما، بون كان شي فيلم بغات تفرج فيه. قالت له ودارت معاه بحال زعما نتلاقاو باغازاغ، نتلاقاو ونجلسو نهضرو وداك الساعه نشوفو فين توصل العلاقه باش تكون علاقه رسميه بيناتهم. فدارت الخطه ديالها ونجحت، تلاقات بيه في الاخر، ما تلاقات بيه في السينما وعرفاتو على الام ديالها. وابخي قالت له زيد نتلاقاو في لي تواليت، ومهم وداروا شي حاجه خايبه الرديله. المهم تلاقاو في تواليت، وابخي فاش رجعت للدار رجعت فرحانه وهي تقول لامها زعما كاينه كي جاك وداكشي هذا. فديدي ما عجبهاش الحال، لان ديدي بالنسبه لها لا بنتها دارت علاقه مع شي واحد تقدر تفضح وما تبقاش ديك السيطره ديالها، يعني بحال تولي السيطره عندها عند شي واحد اخر فيقدروا يعيقوا ان البنت ما عندها حتى شي مشكل وداكشي، فماشي لصالحها انها تدخل ناس جداد على حياتها. فقالت لها انا رافضه هاد العلاقه كليا، يعني هاد العلاقه مرفوضه. فجيبسي ما قبلاتش، قالت لي كيفاش هاد العلاقه تكون مرفوضه. فتقلقات وما عجباش الحال وبقات كتفكر، وجيبسي ديما كتفكر، يعني واخا بون دايره لما خاطرها ولكن كتفكر. مشات قالت لنيكولاس شوف سيدي راه الام ديالي ما بغاتنيش نتلاقى انا وياك وداكشي، دابا شنو غنديرو؟ قالت له زيد ندير واحد المساله، انا دابا خاصني نتهنى من هاد السيده، خاصني نتهنى منها باش نقدر نبقى نشوفك. هي تقول له خاصنا نقتلوها، زعما خاصنا نتهنى منها، هي خاصنا نقتلوها. فهو بالنسبه له دابا كيشوف بحال نقولوا حب حياته، بالنسبه له هو كانسان مريض حب حياته فواحد بحال مسدود عليه، خاصو يخرجو وخاصو يشوف النور. يعني فهو قبل داكشي اللي قالت ليه، هو اصلا انسان مريض، فهو بالنسبه له داكشي اللي كيدير ما عرفتش انا واش عارف ولا ما عارفش، المهم داكشي اللي كيدير هو بالنسبه له بحال يعتق السيده اللي كيبغيها، هو بالنسبه له خاصو يبقى هو داك السيده صافي، هادشي اللي في راسو دابا. فشنو وقع قبل انه يقتل الام ديالها؟ واحد النهار رجعت ديدي وبنتها من عند الطبيب عيانه شويه، فدخلت نيشان تنعس. جيبسي اتفقات مع نيكولاس باش يجي داك النهار، وداكشي اللي كان غير وصل نيكولاس للدار عطاتو واحد الموس وواحد اللصقه وعطاتو معها ليغو علاش باش يدير الجريمه ديالو. فنيكولاس قال لها سيري دخلي للطواليت وديري يدك على ودنك باش ما تسمعي والو، وفعلا داكشي اللي دارت. نيكولاس دخل البيت ديال ديدي وطعنها بالموس في المرة الأولى غوتات، وعلى حسب الأقوال ديال جيبسي سمعت الغوات وقالت لك بغات تحاول أنها تعتقها ولكني رجليها ما عطاوهاش الطوع ما طوعوهاش، فبحال تشلات داك الساعة ما قدرتش تحرك وهادشي حتى يوقع. المهم عطات الطعنة الأولى عطات الطعنة الثانية، المهم بقى كيضرب 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 تا حس بها انها ماتت. في ديك اللحظه مشى عند جيبسي دخلها للبيت ديالها، وعلى فكره البيت ديالها قريب من البيت ديال الام ديالها يعني، ومارس معاها داكشي. المهم مارسوا الرديله هو وياها وسرقوا الفلوس اللي في الدار ومشاو لواحد لوطيل جا خارج على المدينه واحد المده. المهم جيبسي بقات كتشوف ان حتى شي حد ما تناول الخبر ديال الوفاه ديال الام ديالها، فبحال جا واحد شويه ديال تاني بالضمير، يعني بحال بقى فيها الحال. وهي تقول اش ندير ما ندير، مشات عطات لنيكولاس المود باس ديال الفيسبوك وقالت له نزل واحد البوست. فشنو دارت؟ فعلا نزل البوست،
بالضبط نهار السبت 14 يونيو 2015 نزلت بوست على الفيسبوك مات صديق تيت. المهم واحد الكلمة خايبة، ما نقول احنا الشريرة. المهم قال هو تغ مخايب حاجة خايبة، المهم نقولوا مات صديق الشريرة. فالناس شافوا ديك البوست قالوا واقيلا الكونت ديالهم تاكا ولا شي حاجة، فما داو ما جابو. المهم بما انهم شافوا ما كاينش تفاعل على البوست الاول، فكتب كومنتير بحال اللي قلنا في السم الاول. مي انا نقول لكم واحد المعنى، هو معنى خايب بزاف، كتب اكثر من هذا نقول لكم. مي قال انا قتلت الام وتكرفست على بنتها، بمعنى وتكرفست على بنتها وسرقتهم في الاخر. دار لول يعني بحال حتى يضحك، يعني بحال عادي بالنسبه له داكشي. فالناس فاش شافوا هاد البوست، فاش شافوا هاد الكومونتير وقع واحد التفاعل. اول حاجه شافوا الجارات ديالها، شافوا الناس اللي كيعرفوها، فقالوا لا دابا شي حاجه وقع لديدي، ما يمكنش هي وبنتها، ما يمكنش شي حاجه وقع عليهم. فبقاو تيتصلوا كيتصلوا ما كيجاوبهم حد، كيتصلوا ما كيجاوبهم حد. فاتصلوا بالبوليس، البوليس فاش جا خاصو واحد المذكره عاد يقدر يدخل للدار. فقبل ما توصل داك المذكره الجار ديالهم قدر بحال نقص باش يشوف شنو كاين، حيتاش يعني قالوا غير شوف شنو كاين وهذا يعني غير من برا. فداكشي اللي دار، فواخا دخل ما بانو حتى شي حاجه غريبه، بانو المعن بون، بانو المعن، بانو داكشي الدنيا هي هذيك، بانو البيت، المهم بانو حتى شي حد في الدار. يعني ما بحال نقولوا ما قلبش الدار كيف ما خصو يقلبها، يعني ما لقى حتى شي حاجه. فخرج، الحاجه اللي لفتت انتباهه انه لقى تقريبا ثلاثه ديال الكراسي اللي كانت كتستعمل، اللي كانت كتستعمل جيبسي كاينين، يعني ما محركينش. فهذا اللي صار انتباه ديالو ما خرج، قال اكيد وقع شي حاجه. واش البوليس دخل الدار اللي لاحظوا البوليس قلبوا مزيان بيانسو. فاش قلبوا لقاو بان ديدي كانت تحت الغطاوي ديالها، يعني بحال بزاف ديال الغطاوي حاطين فوق منها، يعني فاش قتلها غطاها مزيان فما كانتش باينه. فهما لقاوها ولقاو ان البنت ما كايناش، فقالوا اكيد البنت تخطفات، يعني المجرم اللي جا ولا سبا شنو كاين تخطفات. والاهل ديال المنطقه كلهم كانوا خايفين وتيبكيو وخايفين، كيقولوا كيفاش دابا الام ماتت، يعني وشنو بغاو ياخذوا البنت يعني معاقه، شنو يدير بها. فتاثروا بزاف، يعني بقات فيهم بزاف جيبسي، بقات فيهم بزاف، بقاو تيبكيو وداكشي. فالبوليس بقى تيقلب. فصديقة جيبسي قالت للبوليس، قالت لهم شوفوا راه جيبسي كانت عندها واحد العلاقة مع واحد سيت سميتو نيكولاس، حيت كانت حاولت لها كلشي وكانت هي ما تيقاتش. قالت هادي غير كتخايل، لان كيفاش بنت بحالها يعني كتخايل هادشي. فقالت له انا دابا متاكده ان بصح هادشي كاين، راه كانت كتعرف شي واحد وراه كانت كتبغيه وداكشي وكانت كتعاود ليا عليه. فداك الساعه البوليس شنو داروا؟ مشاو قلبوا على ديك البوست منين نزل، يعني لادريس اي بي منين جات. ففعلا لقاو لادريس اي بي ومشاو نيشان للدار ديال نيكولاس. فاش مشاو لقاو نيكولاس كاين هو وجيبسي. شنو وقع؟ اعتقلهم بجوج. علاش اعتقلهم بجوج؟ لان عرفوا انهم بجوجهم داروا ديك الجريمه، بما معناه نيكولاس ما عطلهمش. نيكولاس عطاهم كل شيء، قالهم انا درت الجريمه طاطا، يعني عاود لهم كل شيء. جيبسي بغات دير فيها ذكيه، يعني بغات تهرب من الجريمه، فبيان سور ما تاقوش فيها وقالوا لها اجي يا لاله راكي تانتيا مشاركه في ديك الجريمه، لانها واخا هي ما قتلاتش ولكن هي مولات الفكره وهي مولات كل شيء، يعني هي المستفيده اكبر من ان الام ديالها تموت. فقالوا شنو السبب اللي خليها تفكر انها تقتل الام ديالها؟ وهنا كانت الصدمه بالنسبه لكل شيء، يعني لان القضيه ديالها خدات مجرى اخر، لان بحال شدات الراي العام. كل شيء عاد عرف الحقيقه ديال جيبتي، الحقيقه ديال ديدي، وعاد عرف كيفاش كانت عايشه ديك البنت، وعاد عرفوا ان جيبسي ما عندها حتى شي مشاكل صحيه. في اللحظه اللي تشدات فيها جيبسي عند بالها عندها 19 عام، باقونت هي عندها 23 عام، فكتعامل معاهم كانها طفله صغيره. بون
فاش تشدات اكيد من بعد جاب لهم الاب ديال الشهاده ديالها اللي كتثبت لاج ديالها وداكشي، فهي براسها كانت متفاجئه، هي راه بنت كبيره يعني ماشي باقا صغيره. المهم فاش شدوها باش تعترف، فاش قالوا لها زعما كاينه في التحقيق شوفي شنو وقع شنو وقع، تبادت زعما بحال تخلعت بغات تمثل عليهم كانها متفاجئه ان الام ديالها ماتت، وبغات دير راسها انها ما خبرها والو. وبيان سور البوليس خبروا كل شيء، يعني المحققين عارفين شنو كاين، فقالوا لها الا لا بلا ما تمثلي بلا ما تزيدي فيه، احنا عارفين شنو كاين، يعني ما عندك فين تهربي. اصلا الحاجه اللي ما كانتش عارفاها جيبسي انها بانت في الكاميرات دي فاش كانت غاده في البيس، بانت في الكاميرات ديال المراقبه، بانت في الكاميرات انها كانت كتسوق هي وياه، بانت دايره بيروك وغاده على رجليها، يعني ماشي هو اللي سارقها، ما واخده ما خطفها، يعني كانت معاه بما الاراداتي بما انه هو اعترف، فكان الاعتراف واضح انه داكشي اللي دارو كان من طلب منها. المهم هاد القضيه خدات واحد التعاطف كبير من الناس. اول مره كتاخد قضيه ديال الاجرام يعني كتكون فيها قتل كتاخد تعاطف مع المجرم، لانهم بانت لهم انها ضحيه، لانها كانت عايشه بحال حد عرفوا الناس شنو كاين، وواحد عرفوا الحاله النفسيه اللي كانت عايشه فيها داك البنت، يعني بحال الصوره اللي من برا ماشي هي الصوره الحقيقيه. وفي الواقع كون هضرات جيبسي في داك الوقت ما كان حتى شي حد يتيق، لان الام ديالها بكل بساطه كانت كتقول ان عندها مشاكل صحيه وعندها مشاكل نفسيه ومشاكل عقليه، فكان عادي انهم ما يتيقوهاش، وكانت يعني ترجع تقدر دير فيها شي فضيحه، فبحال الناس تفهموا. ولكن قانونيا كتسمى جيبسي مذنبه في المقتل ديال الام ديال عيني، واخا كان هاد التعاطف هادشي كله فهي كتسمى مذنبه، لانها كانت هي اللي حرضت هذاك الولد، حرضته على هاد الجريمه، واخا ما قتلتش بيديها ولكني كان ليها واحد الدخل. اكيد مشاكل والضغوطات هي اللي خلاتها دير هادشي، فبغات تاخد الحريه ديالها. وبما انه كان قتل عمد فالمحكمة حكمت عليها ب10 سنوات نظرا للمشاكل النفسية والصحية اللي كانت كتمر بها. أما بالنسبة للمحاكمة ديال نيكولاس كانت طويلة، وفي النهاية في سنة 2019 تحكم على نيكولاس بالمؤبد، لأنه هو اللي قتل، يعني هو اللي قتل عمدا، يعني بحال خداو قتل من الدرجة الأولى. بالنسبة للجيران حسوا انهم بحال تضحك عليهم، الناس اللي كانوا يعني كيعاونوا ديك العائله وداكشي حسوا بحال انهم تقولبوا، يعني بحال ما كايناش واحد المصداقيه، يعني واخا هكاك حسوا بالشمته، يعني حسوا بان ديدي بحال تفلات عليهم، واكيد ما كاينش شي واحد لا يبغى شي حد يتفلى عليه. ما بالنسبه للعائله ديال ديدي ف ما بقاتش فيهم ديدي، يعني ما حسوا بوالو، يعني لدرجة ان فاش توصلوا بداك الرماد ديالها رماوه في التواليت، يعني بحال ما حميناش، ولكن بالعكس بقات فيهم جيبسي لانهم حسوها كانت ضحية، وبحال ما عتقوهاش، يعني شحال من واحد حس بتأنيب الضمير لداك البنت. دابا جيبسي حاليا في الحبس، وتصوروا انها مؤخرا درت واحد المقابله قالت لهم انها كتحس انها في السجن حاسه براسها انها كتعيش احسن ايام حياتها، يعني انها مرتاحه احسن من اللي كانت عايشه مع الام ديالها. فتصوروا هاد السيده شنو كانت دايره ليها، فكيفاش هاد البنت تخلص من هاد الامراض النفسيه، يعني كنتمناو مع الوقت انها تبرا دبريا كتعالج نفسيا. ايوا اصدقائي المحققين، كي جاتكم هاد القضيه واش بان لكم في جيبسي؟ واش كتستاهل المحاكمة؟ واش كتستاهل الحبس او لا؟ وبالنسبة لنيكولاس كيستحق المؤبد ما يمر به من حالة نفسية، يعني هو كيعاني من انفصام في شخصية وكيعاني من توحد؟ خليوا لي الرأي ديالكم في تعليق. شكرا بزاف على الحب ديالكم، شكرا بزاف، إلى فيديو جديد، تحياتي.